هنيئا للكويت وهي تحتفل هذا اليوم بتخريج كوكبة جديدة من أبنائها ورجالها الأوفياء. التطورات المتلاحقة والمتسارعة ونحن على أعتاب قرن جديد يجب أن يواكبها أيضا تطور سريع في كافة ميادين وحقول العلم والعمل. ونحمد الله عز وجل أننا في الكويت نحتفل باستمرار سواء على مستوى المؤسسات التعليمية أو على مستوى المؤسسات المهنية، وباستمرار خلال العام الواحد بتخريج أعداد كبيرة من أبناء هذا الوطن ليدخلوا معترك الحياة جنبا إلى جنب مع إخوانهم الذين سبقوهم ليكملوا المسيرة، مسيرة بناء الوطن، هذا الوطن الذي بناه الآباء والأجداد بسواعدهم وبرغم ظروفهم التي كانت في ذلك الوقت، فسلموا الأمانة لجيل هذا اليوم. وجيل هذا اليوم قادر بإذن الله على صون الأمانة. سيداتي وسادتي، يصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى ساحة العرض. يرعى حفل التخريج مصافحا كبار ضباط وزارة الداخلية وفي معيته معالي وزير الداخلية. الشيخ محمد الخالد الصباح السلام الوطني، ويأخذ حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مكانه في مقدمة الحضور ليبدأ بعد قليل حفل التخريج. يحضر الحفل رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون ومعالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. والميكروفون الحمد لله رب العالمين. المذيع الداخلي للكلية. الحمد لله الذي نصر عبده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب بمناسبة تخريج الدفعة 23 من الطلبة الضباط، فأهلا وسهلا بكم. إن خير ما نستهل به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعنا القارئ محمد إدريس حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. آمر طابور العرض يستأذن سموكم ببدء مراسيم العرض. Thank you.
صبركم، فبعد قليل ستلتحقون بإخوان لكم، وكونوا خير خلف لخير سلف. على عمري إن اليوم غدا فرحتين، فرحة بتخرجكم وفرحة بلقاء وتشريف الوالد القائد حفظه الله، وتمسكوا بقوله إننا مجتمع قام على الإيمان بالله الذي علمنا في كتابه فقال إنما المؤمنون أخوة. يجمعنا الرباط التاريخي والعقلي والقلبي فوق هذه الأرض الطيبة. التي أكرمنا الله بها وجعلها لنا وطنا نحن مسؤولون عن حمايته وتنميته. نحميك يا وطني وشاهدنا شرع الهدى والحق رائدنا وأميرنا للعز قائدنا، رب الحمية صادق الوعد، إي والله صادق الوعد، وعد فأوفى ونصح فأجزل النصيحة. أليس حفظه الله القائل إن الأمن والاستقرار وطمأنينة العيش نعمة كبرى لا يدرك الكثيرون قيمتها إلا عند فقدها، وإن استمرار وتعزيز هذه النعمة التي يتمتع بها كل من تظله سماء الكويت هو أمر يهم الجميع من مواطنين ومقيمين، كما يتطلب تكاتف الجميع وتعاونهم الإيجابي مع أجهزة الدولة المختصة بصيانة هذه النعمة والعيش بطمأنينة في ظلها. الله أكبر، هذا يومكم يا شباب الكويت، فاحمدوا الله على نعمته، واجعلوا قول صاحب السمو أمير البلاد المفدى نبراسا تقتدون به. إن الأمن لم يعد غاية فقط، بل هو الحاجة الأولى والملحة من حاجات الإنسان، لأنه يعني الاستقرار للحاضر والثقة بالمستقبل. Thank you.
للدفعة 24. هكذا أقسم طلبة الدفعة 24 أمام الله وأمام سموكم أن يصونوا الأمانة ويحفظوا الوديعة. والله كلمة الإدارة العامة لأكاديمية الشرطة يلقيها العميد أحمد عبد اللطيف رجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، سيدي معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية، سعادة رئيس مجلس الأمة، أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور
أن نتشرف اليوم بحضور سمو الوالد القائد أمير البلاد المفدى راعياً لحفل أبنائه ضباط قوة الشرطة الخريجين الدفعة 23، يحيطهم بعنايته الكريمة ويشد على أيديهم ويبارك خطاهم ويجعل يومهم هذا يوماً مميزاً في حياتهم. فأهلاً وسهلاً بكم يا صاحب السمو وبصحبكم الكرام في أكاديمية الشرطة. أيها الحفل الكريم، إن كانت هذه المناسبة مدعاة للفخر والاعتزاز فإنها أيضاً مدعاة لتذكر غائبين كبيرين عن حفلنا هذا، ولكنهما حاضران في أفق الوجدان. فنذكر بالخير سيدي سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح حفظه الله ورعاه، الذي نحمد الله على شفائه وتمام صحته، كما ندعو الله جلت قدرته أن يحفظه ويعيده إلى سالماً معافاً إلى أهله ووطنه، ليواصل مسيرة الخير تحت رايتكم راية الخير يا صاحب السمو. ونذكر فقيد الكويت الشيخ علي صباح السالم الصباح، ذلك الفارس الذي شاءت إرادة الله أن يترجل عن صهوة الحياة مبكراً، تاركاً وراءه ككل الفرسان أعمالاً وإنجازات تتحدث عنه. ولعل إنشاء أكاديمية الشرطة أبرز تلك الإنجازات، فقد روى بذرتها بأناته ورويته وتعهد طلعها برعايته حتى أصبحت شجرة وارفة الظلال. وستظل كلماته لنا في أول زيارة له للأكاديمية مسطرة في سجل المسؤولية، حيث قال: إن الأمن أمانة في أعناقنا، أنتم مسؤولون عن إعداد رجل الأمن، دققوا في الاختيار واجهدوا في الإعداد والتدريب واخلصوا في العمل، فالكويت تستحق أن نعطيها بلا حدود. رحم الله أبو ثامر وطيب الله ثراه. سيدي صاحب السمو الوالد القائد، أيها الحفل الكريم، نحن ندرك تمام الإدراك أننا على أعتاب قرن جديد ستختلف فيه المفاهيم وستتسارع فيه المتغيرات، ولكننا نعي تماماً أن مفهوم الأمن واحد لا يتغير مهما تغيرت الأزمان والعصور. جوهر ذلك المفهوم هو أن الأمن رؤية شاملة لها أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن جانبي الوقاية من الجريمة ومكافحتها. وإسهام أكاديمية الشرطة في تحقيق ذلك المفهوم وجعله واقعاً ملموساً على أرض الوطن وفي حياة المواطنين إسهام جزء من كل، ولكنه بالتأكيد جزء فاعل. لذا قامت الأكاديمية بترجمة شعارها العلم في خدمة الأمن إلى واقع منظور، سواء في قاعات الدراسة أو في ميادين التدريب. وحرصت الأكاديمية على أن تأخذ من معارف العصر من علم أو تدريب ما يناسب الخصوصية الأمنية الكويتية والخليجية، وذلك سعياً إلى تحقيق غاياتها في إعداد رجال أمن قادرين على التعامل مع مستجدات العصر ومفاهيمه بكل كفاءة واقتدار. كما عملت الأكاديمية خلال هذا الموسم على تكامل نظم وأداء الأجهزة التعليمية المختلفة، تكاملاً يقوم على ركيزة متدرج بين دور كل منها، آخذين بعين الاعتبار طبيعة ومستوى عمل خريجي تلك الأجهزة. وحرصت الأكاديمية على المواءمة بين المقررات والمناهج الدراسية والتدريبية بما يحقق سلاسة وتلقائية في انتقال الخريج، سواء كان ضابطاً أم ضابط صف أو فرد من بيئة الأكاديمية ذات الظروف الخاضعة للتحكم والسيطرة إلى بيئة العمل الفعلي بكل ظروفها وملابساتها ومواقفها. وانطلاقاً من أهمية التطبيقات العملية التي يراعى في تصميمها التماثل والتقارب بين بيئة العمل المحلية، قامت الأكاديمية بإنشاء منطقة للتدريب والتطبيق العملي يمتد نشاطها إلى مختلف مجالات وصور النشاط الشرطي والأمني. واستجابة لمتطلبات مشاركة المجتمع في الوقاية من الجريمة وتشجيع البحث المشترك بين الشرطة ومؤسسات المجتمع عن حلول ومعالجات لعدد من القضايا الأمنية ذات الأبعاد الاجتماعية، حرصت الأكاديمية على دعوة عدد من الممثلين من مؤسسات المجتمع ذات العلاقة للاشتراك في عدد من الحلقات النقاشية والعمليات البحثية التي تعقدها الأكاديمية ضمن موسمها الثقافي. وقد تناولت حلقات النقاش لهذا الموسم مواضيع غاية في الأهمية كالمخدرات والإرهاب وإدارة الأزمات والتركيبة السكانية وأثرها على الأمن العام والإعلام والجريمة. سيدي صاحب السمو، إن طموحنا في خدمة أمن الوطن لا حد له، لأن حب الوطن في قلوبنا ليس له حدود. ونعاهد سموكم أن نكون في هذه الأكاديمية واعين لمسؤولياتنا، أوفياء لواجباتنا، واضعين نصب أعيننا أن تأخذ هذه الأكاديمية مكانتها اللائقة بها بين مثيلاتها في الدول العربية والأجنبية المتقدمة كمنارة كويتية للعلوم الأمنية، متمثلين بقول العزيز الحكيم
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. سيدي صاحب السمو الوالد القائد، لقد اكتملت اليوم مرحلة أساسية في مسيرة هؤلاء النخبة من الشباب الماثل أمام سموكم، ألا وهي مرحلة التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الحياة العملية بكل ما تعنيه وما تستلزمه من إيمان بالرسالة الأمنية وحمل لأمانتها ووعي وإدراك كامل لمسؤولياتها ومتطلباتها. ولتأذنوا لي يا صاحب السمو أن أتوجه إلى أبنائك الخريجين بهذه الكلمة قبل أن يودعوا الميدان. أيها الأبناء، لقد تعلمتم وتدربتم وتم إعدادكم للقيام بسائر واجباتكم الأمنية ولمواجهة مختلف وصور المواقف العملية، وإنني موجز لكم القول، اعلموا أن الأمن راية، ورجل الأمن رافعها، والأمن مسؤولية، ورجل الأمن حاملها، والأمن أمانة، ورجل الأمن راعيها. فليكن سلاحكم الإيمان، وليتكن ذخيرتكم العلم. جعلوا رضا الله سبحانه وتعالى منطلق أعمالكم وأسمى غاياتكم، وليكن الحب للكويت والولاء للأمير المفدى دافعاً يشحذ الهمم والعزائم. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الوطن. وفي هذه المناسبة يطيب لي أن أنوه أن من بين خريجي هذه الدفعة من الضباط عدد 5 خريجين من دولة قطر الشقيقة، وقد كانوا خير مثال للشباب الخليجي الملتزم. يسعدني أن أبارك لهم نجاحهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية. سيدي صاحب السمو الوالد القائد، أيها الحفل الكريم، بكل العرفان والتقدير أتقدم بالشكر إلى قيادة وزارة الداخلية وعلى رأسها سيدي معالي الوزير الشيخ محمد الخالد الصباح لما تلقاه الأكاديمية من رعاية ودعم وتوجيه، الأمر الذي كان له أطيب الأثر على نشاط الأكاديمية التعليمية والتدريبية هذا العام. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة الرئيس وأعضاء مجلس الأكاديمية الذين قدموا كل عون صادق في سبيل أداء الأكاديمية لرسالتها كأحسن ما يكون الأداء. وأوجه الشكر الجزيل إلى جميع العقول المفكرة والأيدي العاملة بالأكاديمية من ضباط وهيئة التدريس وتدريب وضباط صف وأفراد وعاملين الذين أخلصوا الجهد والعمل، والشكر وافراً لكل من ساهم في هذا الحفل. سيدي صاحب السمو أيها الوالد القائد، إن القلب من القلب ندعو المولى عز وجل أن يسبغ على سموكم موفور الصحة والعافية، وأن يمد في عمركم ويبقيكم ذخراً أباً وقائداً موجهاً ومرشداً، وأن يتم على سيدي سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء نعمة الصحة والمعافاة، وأن يعيده إلى أرض الوطن سالماً ينير الطريق بصائب رأيه وجليل أعماله، وأن يفك قيد أسرانا ويعيدهم إلينا سالمين غانمين، وأن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم جنات النعيم، وأن يحفظ لنا الكويت الملاذ والسكن والأمن والقرار والحماية والعز، إنه سميع مجيب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. شاكرا لجمعكم الطيب وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدمها مدير كلية الشرطة العقيد مساعد صالح الغويل. بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة امتحانات الدفعة 23 بكلية الشرطة، التحقت الدفعة 23 بكلية الشرطة في العام الدراسي 1993-94 حيث كان قوامها 150 طالباً، ووصل إلى المرحلة النهائية في العام الدراسي 96-97 101 طالباً، وقد عقدت امتحاناتهم في الفترة من 21-4-97 وحتى 12-5-97 حيث نجح منهم 101 طالباً، وكانت نسبة النجاح 100%. واستناداً إلى المادتين 5 والمادة 15 من المرسوم رقم 200 لسنة 1994 بإنشاء أكاديمية الشرطة والمادة 92 من اللائحة التنفيذية، فقد اعتمد مجلس الأكاديمية هذه النتيجة وقرر منح كل من الطلاب الناجحين درجة البكالوريوس في علوم الشرطة المعادلة درجة الإجازة الجامعية. فخالص التهنئة لأبناء الخريجين والله الموفق. القرار الوزاري الخاص
ويقيم مساعد مدير عام أكاديمية الشرطة بالشؤون الطلابية والخدمات المساندة العقيد مساعد سليمان المشعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفضل قائد أعلى الجيش والقوات المسلحة، حفظكم الله ورعاكم الحفل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أتلو على حضراتكم القرار الوزاري رقم 377 لسنة 97 بشأن تعيين ضباط بقوة الشرطة. وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القانون رقم 23 على 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 200 على 94 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وعلى القرار الوزاري رقم 765 على 94 باللائحة التنفيذية لمرسوم إنشاء أكاديمية الشرطة، وعلى كتاب مدير عام أكاديمية الشرطة رقم 3846 المؤرخ في 28/5/1997، وبناء على عرض وكيل وزارة قرر. مادة 1، يعين خريجو أكاديمية الشرطة للعام الدراسي 96 على 97 الدفعة 23 الحاصلون على درجة بكالوريوس في علوم الشرطة والبالغ عددهم 96 ضابطاً بقوة الشرطة برتبة ملازم بأول مربوطها اعتباراً من يوم 2/6/1997، وهم ماجد ملفي الديحاني، بندر عساف الخالدي، يوسف مجبل الغريبة، عبد الله مناور المطيري، فيصل فراج المطيري، هادي محمد العجمي، فيصل مسلط العتيبي، ناصر محمد المري، عبد المجيد خلف العنزي، حسن فهد العجمي، نايف عبد العزيز النمش، أسامة مدلول المطيري، بدر عبد الرحمن محمد، خالد محمد العجمي، فالح لهذيل عبيد، ناصر جعيثن العازمي، شافي طالب العجمي، عبد الله حضيري الهملان، منصور فايز المطيري، عبد الله محمد العجمي، رائد أحمد الكندري، عارف مهنا العنزي، بدر مطلق الدجيني، أحمد حمد الختلان، راشد عطالله الرشيدي، مشعل متلع المطيري، منصور محمد النمران، محمد عزارة السعيدي، علي صالح الشطي، مشاري مساعد رصقة، ناجع ويد الرشيدي، مبارك حباب الرشيدي، سامي جاسم المشموم، عادل محمد الفضلي، يوسف محمد غضبان، محمد سالم العجمي، ناصر علوش العجمي، عبد الله حمد العجمي، عبد الرحمن عوض شويب، سعيد فلاح العميري، وائل صالح دويري، هاني مهنا الرشيدي، عبد الله سلطان العجمي، سالم محمد العجمي، سعد مطلق سبيعي، سلطان عبد الله المطيري، علي عبد الرحمن المري، فالح عبد الله الحجيلان، وليد عجيل الفضلي، مشعل محمد الخميس، مبارك حمد العجمي، مشعل سهو الخالدي، فهد مطلق العميري، حمد محمد ابو عبيد، عمر يوسف الكندري، علاء عبد الخالق فرج، محمد خلف الحماد، بدر عبد الله الزعبي، نواف جاسم المرطة، وليد خالد خزام، مشعل محمد صغير، عبد الله فلاح المطيري، عبد الله محمد العجمي، بدر عبد العزيز النهام، محمد علي ابو القلوب، يوسف مفلح العازمي، ناصر بركة المطيري، خالد حج الحلابيج، جابر نزال العازمي، هاجد محمد الرشيدي، بدر محمد القطان، مبارك عدس العجمي، محمد عايض العتيبي، عادل سعد زوير، هشام مسعود المسعود، عساف مبارك دويلة، سالم جاسم شهاب، مبارك عبد الله الشمري، خالد مخلد العتيبي، عادل غانم رشود، هيثم أحمد بغيث، خالد صالح شبكوه، بشار أحمد حسن، سعود عبد العزيز المشاري، محمد مهدي العجمي، عبد الله حمد العتيجي، عبد الله أيوب الماجد، سعود ناصر العجمي، مشاري عبد الله رجيب، فواز زبن الرشيدي، جمال أحمد الهاشل، سامي خالد الجسمي، دعيج خليفة خليفوه، فيصل عبد الوهاب المطوع، جبري بدر الجبري، ناصر راشد ملا محمد. مادة 2، على وكيل وزارة تنفيذ هذا القرار صدر في 24 محرم 1418 هجرية الموافق 31/5/1997 ميلادية، كما يسرنا أن نعلن أن من بين خريج هذه الدفعة 5 ضباط من دولة قطر الشقيقة حصلوا على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة، وهم ياسر إبراهيم سليطي، عبد العزيز عبد الله الشملان، مهنا حسن الضاعن، سلطان سعد الكعبي، علي عبد الله مسيفري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الطلبة الخريجين بوداع ميدان التدريب، وذلك لتبديل ملابسهم وارتداء رتبهم الجديدة استعداداً لالتحاقهم بقوة الشرطة ضباطاً. وهكذا هو العهد، في كل عام ينتهون من التدريب ويستعدون للحياة العملية. سيقوم طلب السنة الأولى بتقديم عرض خاص للتدريبات العسكرية.
العالمين. شعارنا دائما بورك فيكم يا شباب الكويت، إن هذا التنظيم والتدريب لا ينم عن مهارة وإعداد جيد مدروس قامت به الأكاديمية لطلابها وخريجيها لتزويدهم بجميع التدريبات العسكرية التي يحتاجونها في حياتهم العملية. وهكذا أنهى طلاب السنة الأولى عرضهم الخاص الأكاديمية ضباط الصف بعرض خاص الإعداد والتأهيل للعمل الشرطي منذ أقدم العصور وبمختلف بلدان العالم كان يتم من خلال الممارسة العملية وحسب الحاجة الأمنية بالزمان والمكان. وعادة ما يكون بإشراف أحد المختصين به ذو المسؤولية عن الأمن متمرسين بها، وعليه كان الأمن بدولة الكويت يمر بهذه المراحل كغيره من البلدان، فكان الإعداد لحراس الأمن يتم عن طريق الخبرة العملية وحدها. حيث كان هذا الحرس قد شكل في ذاك الوقت الأساس لتكوين قوة الشرطة في مطلع هذا القرن. حتى دعت الضرورة لإنشاء أول مركز للشرطة في عام 1938 للبلاد برئاسة الأمير الراحل صباح السالم صباح رحمه الله، حيث تميز رجال الشرطة بالملابس الخاصة وبعض الأسلحة المتوفرة في ذاك الوقت. وهذه الملابس كانت في تلك الفترة مناسبة لوضع المجتمع وتكوين الدولة، ونظرا لتطور المجتمع وتشعب فئاته والمسؤولية حاجة البلاد لتزويدها
في عام 1956 للميلاد أنشئت مدرسة الشرطة، والتي أسند لها مهمة الإعداد وتدريب وتعليم الشرطة لتزويد مراكز ومخافر الشرطة بالبلاد. وفي عام 1958 للميلاد تخرجت أول دفعة من هذه المدرسة من ضباط الصف. ولأن التطور والنمو المضطرد سنة الحياة، رأى المسؤولين بالبلاد تطوير المدرسة، وعليه تم في عام 1968 بالعاشر من نوفمبر المرسوم الخاص بإنشاء كلية الشرطة، والتي واكبت مناهج جديدة في التدريب والتعليم والتدريس، وواكبها كذلك نمواً في قوة الشرطة في البلاد، فتبعتها الحاجة للآليات والمركبات. وفي عام 1974 للميلاد وفي الثاني من أغسطس افتتحت مدرسة الشرطة بكلية الشرطة، وبعده بعام في 1975 افتتح معهد ضباط الصف، ثم تلاه في العام 1977 افتتاح معهد تدريب الضباط. وتوالت مسيرة التقدم على المستويين التدريبي والشرطي والتقني والآلات والمركبات والتجهيزات، وإن هذا العرض لدليل واضح على جذور قوة الشرطة المتأصلة بالتاريخ، والتي نمت نمو الحياة إنما هذه التشكيلات لهي أصول قوة الشرطة في وزارة الداخلية، فهنيئاً لتلك الجهود وبارك الله فيها. إنما هذا النمو المضطرد إنما يدل على الجهود المخلصة من رجال هذه الدولة الذين آلوا على نفسهم أن يكونوا صادقين في أدائهم، مؤمنين بربهم، موفين بعهدهم لأميرهم. أيها الحفل الكريم، يستعد الآن الطلبة الخريجين للعودة لميدان العرض بعد ارتداء رتبهم الجديدة وتبديل ملابسهم.
محافظين على شرفهم وسلاحهم، مؤدين إن شاء الله أعمال وظيفتهم بالصدق والأمان، محترمين قوانين البلاد وحقوق الناس، والله على ما نقول شهيد. القسم ويلقيه على الخريجين مساعد مدير عام أكاديمية الشرطة لشؤون الأكاديمية العقيد يوسف عبد الله السعود. قسم. أقسم بالله العظيم. 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 أن أكون وفيا لدولة الكويت. أن أكون وفيا لدولة الكويت. أمينا على حقوقها. أمينا على حقوقها. مخلصا لأميرها المفدى. مخلصا لأميرها المفدى. مطيعا لجميع الأوامر الحقة. مطيعا لجميع الأوامر الحقة. التي تصدر إلي من رؤسائي. التي تصدر إلي من رؤسائي. محافظا على شرفي وسلاحي. محافظا على شرفي وسلاحي. مؤديا أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة. مؤديا أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة. محترما قوانين البلاد وحقوق الناس. محترما قوانين البلاد وحقوق الناس. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول. والآن يتفضل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتسليم الجوائز والشهادات على الخريجين، فليتفضل. أسماء المتفوقين ويلقيه مساعد مدير كلية الشرطة المقدم محارب العبجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الطلبة المتفوقين: ماجد من في الديحاني، بندر أساف الخالدي، يوسف مجمل الغايبة، تفوق الرياضي ماجد ملفي الديحاني، تفوق في الرماية وليد عجيل الفضلي، تفوق في مجال التدريب الرياضي فيصل مسلط برقب العتيبي، أسماء الطلبة العشرة الأوائل: ماجد ملفي الديحاني، بندر أساف الخالدي الثاني ومرتبة الشرف،
يوسف مجبل الغريبة. عبد الله مناور المطيري. فيصل فراج المطيري. هادي محمد العجمي. فيصل مصلط برقب العتيبي. ناصر محمد المري. عبد المجيد خلف العنزي. حسن فهد العجمي. وهكذا تفضل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتوزيع الجوائز والشهادات على أبناء الخريجين والمستوطنين. لن يحيا إلا بنبضهم المتدفق حيوية ونشاطا، ولن يبني الوطن إلا رجال. بوركت سواعد الوطن وبوركت سواعد الرجال الذين يسعون على راحة هذا الوطن. السلام عليكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة يغادر ساحة العرض مودعا
بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم بعد أن رعى حفل تخريج أبنائه الطلبة الضباط خريجي الدفعة 23 لأكاديمية الشرطة.